فرصة عنده. طبعا عليك لا خد تبليك هذا. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد. بعض الناس قال ده أنصار السنة. أول حاجة يا أخواننا أنا والله ما عندي علاقة بأي طائفة، ويشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك. لا برضو في زول قاصدني أنا. أنا دار أقول حاجة يا أخواننا، أنا الشيء اللي خلاني أخش في المنتدى ده الشاب قبل شيء يا أخواننا يردوا للناس دي، لكن أنا ذات دار أرد. أنا عندي حق كمسلم. أول حاجة يا أخواننا اتهم اللحية. ليه يا أخواننا أقول يا أخواننا أهل اللحى أهل الدقول؟ ليه يا أخواننا؟ أنا إحنا طلاب قاعدين نقبل بهذه الكلمة؟ أنا والله يا أخواننا هذا الرجل لا يعرفني، والشباب دي ما في زول بيعرفني فيهم، لكن والله الحق أقوله يا أخواننا ناس بيتحدثوا في التوحيد. ليه أنا إحنا مخالفين الحاجة دي؟ ليه أنا إحنا كطلاب وفي جامعة أم درمان الإسلامية أي زول يجي يخش في المنتدى ده يخش هو مقاطع؟ ليه؟ ليه يخش مقاطع يا أخواننا؟ ضد التوحيد؟ الناس دي قاعدين يتكلموا يا أخواننا بكتب موثوقة فيها مخالفة، ليه السبب شنو؟ يا أخي دار ناس تنصر التوحيد، كلنا عاوزين التوحيد، أي زول يخش ويطعن، بس كيف الناس بيتكلموا في التوحيد؟ أنا عن نفسي بقول سيروا والله معكم وأنا ذات معكم يا أخواننا. إن لم يكن لي علم والله بالقليل وبالجسد سوف أقاتل معكم من أجل رفع راية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يا أخواننا ما أقدر أتكلم في طريقة معينة، لكن والله يا أخواننا رأت عيني وسمعت أذني قبل ليالي قليلة يا أخواننا كان ناس جيراني، والله على ما أقوله شهيد. ليس يا أخواننا كلمة للمنتديات ولا كلمة عشان تسمعها الناس ولا أسير بها السمع، لا والله على ما أقوله شهيد. يا أخواننا عندي جيران، الناس دي أنا دار أقولهم كده أعرفهم تابعين لها طريقة، الطريقة التابعين لها الناس اللي أنا دار أتحدث بيهم دي بس ما في زول يتبعهم. أنا يا أخواننا جيت لقيت جيراني يا أخواننا عندهم نوبة ثقيلة شقالة، جيت وقفت في الباب. الكلام ده يا أخواننا قبل 4 أيام وقفت في الباب يا أخواننا، النوبة لما سخنت دار أشوف الشغلة دي، أنا قاعد أسمع عنها لكن ما شفتها. قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أرى يا أخواننا. أنا شفت يا جماعة الناس دي لما النوبة سخنت يا أخواننا في واحد بلف والمرة بالزغرت ويقولوا الله الله الله، والله يا أخواننا بسمع عنها الحديث ما شفتها إلا قبل 4 أيام. كويس يا أخواننا، طالما الناس يا أخواننا بتبين العقيدة الصحيحة، أنا دار أعرف الناس ليه رافضين الكلام ده؟ ليه يا أخواننا؟ كويس الناس اللي قاعدين دي هم قاعدين ينقضوا في الغلط، الزول اللي بيجي ما قاعد ينقض فيهم، هم بنقض في النقد للغلط. السبب شنو يا أخواننا؟ نحن يا أخواننا زي ما قال يا جماعة الزول بعقله كده، أنا قعدت يا أخواننا برأيي كده بعقلي، أنا بعقلي ودرأي شخصي قعدت شفت الحاصل. الكتب دي يا أخواننا أنا قلت قد تكون محرفة، لكن الكتب الآن مثبتة يا أخواننا بختوماتها، الكتب فيها يا أخواننا الغلط. الزول يجي يفتح يا أخواننا يبين الشرك ويبين عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويجي طالب يا أخواننا يقرأ في جامعة أم درمان إسلامية يجي يا أخواننا يناقض ويدافع من أجل هذا الكلام، هل يعقل يا أخواننا؟ أنا والله يا أخواننا لا علاقة لي بهذه الرجال، لكن يا أخواننا والله الحق يقال، الحق يقال يا أخواننا. إذا كان الناس دي أخفقوا أو ظلموا عندك حق تعالى تكلم، لكن يا أخواننا في الحاجات الواضحة والظاهرة يا أخواننا الدين ما دار مجاملة، الدين ما دار عاطفة يا أخواننا، الواضح واضح والظاهر ظاهر. ونحن والله يا أخواننا أي ذل بدعي يا أخواننا للتوحيد والله معه. وأنا من خلال كلامي يا أخواننا ما قلت تابع للناس دي، بس تابع الحق، دائرة الحق بس يا أخواننا، دائرة الحق يا أخواننا، أنصروا الحق يا أخواننا. أنتوا طلاب يا جماعة عارفين بجامعات عارفين يا أخواننا الناس تخش بالحق. هاي في واحد بيني قال جاهل، نعم أنت بتقول كذا، والله ما عندي علاقة به، لكن ده الحق يقال. وأنا تابعت المنتديات دي كلها، تابعتها، منتدى بتاع الشباب دي تابعته، بتاع الصوفية تابعته، بتاع أنصار السنة تابعته. وأنا الآن بنفسي ما طعنت في طريقة، لكن الكلام اللي قلته أي زول بعد ذاك يعرف الصح من الغلط. وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد أنا أشكر الأخ المتحدث
وهو بيّن أنه ما بينتمي لأي طائفة من الطوائف. وده الحق يا أخواننا، الحق أنه الإنسان ينتمي للنبي عليه الصلاة والسلام، والناس تكون خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا خلف رجل من الرجال. مهما كانت هذه الطرق وتعددها في النهاية طرق باطلة لا تموت إلى الإسلام بصلة. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وده الكلام اللي قاله أخونا ده قبل شوية. نقطة ثانية ودي نشكر عليها كمان برضو، إنه بيقول أي زول بيدعو للتوحيد أنا بقف معه. أي زول بيدعو للتوحيد على الطريقة الصحيحة، ما هو زول بيدعو للتوحيد شعارات عشان يدخل الناس معه في الطائفة بتاعته، إنما يدعو إلى التوحيد أي إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالإنسان إذا كان يدعو إلى الله على بصيرة على الكتاب والسنة وزول مستقيم زي ما أنت قلت معه ونحن ذاته معه. طيب، ثلاثة من النقاط اللي يشكر عليها، قال الكتب اللي بيتكلموا عنها هذه كتب مثبتة، لأنه في شبهة بجيب الشيطان لكثير من الشباب. أول ما يجي يسمعوا نقد الصوفية والكلام عنهم والباطل والكلام الشين اللي بيتقري من الكتب دي، كلام شين جدا. لما يجي البراء يتكلم عن الشيوخ يقول: غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراس، قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. دي عقيدة اسمها وحدة الوجود، وحدة الوجود. يعني عند الصوفية كالبرعي وشيخ بيزكي فيه الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض ومجموعة الصوفية القاعدين هنا بقيادة البرعي وعبد المحمود نور الدايم، ديل عقيدتهم عقيدة وحدة الوجود، أي ما في الكون كله هو الله. عشان كده ابن عربي قال شنو؟ قال: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، كله الله. الحلاج كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: لما قتل الحلاج سألوه، كان عنده جبة لابسها وجوا الجبة دي في حاجة كل مرة بيتحكى كده وهو قاعدين معاه في الاستتابة، قال له: الجبة دي فيها شنو؟ قال: ما في الجبة إلا الله، الجبة دي ذاتها فيها الله. قال: طلع، طلع كديسة. قال له: دي الله. قال: أيوة دي الله. رسل رسالة لواحد من حيرانه كاتب فيها جوا الرسالة: من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان. الرسالة المرسلة منه الحلاج لواحد من حيرانه من الله. قال سألوه قال له: الرسالة دي رسلتها أنت؟ قال: نعم، هذا خطي. الكلام ده راجع سير أعلام النبلاء الذهبي، ده مكتب حقنا احنا ولا كتبنا احنا، ده قاعد قبل ما يلدوا البرعي ويلدوا أم حبوبة عبد المحمود نور الدايم. كتاب ده قاعد القرن الثامن الهجري. كويس؟ عشان ما تجي تلخبطوا ساعه الحكايه، تلخبطوا لنا الامور. الاخ ده الكلمه المهمه اللي قالها ويشكر عليها انه الكتب دي موثقه، ودليل على انه الكتب دي ثابته وموثقه ليل ليله. نحن بنتكلم في الكتب دي سنين، لحد اليوم اللي علينا ده ما في صوفي قدر يفتح فينا بلاغ يقول كذبتوا علي. تقدر؟ هسه ده مش هذا، تكلمنا عن كتاب عندنا في فيوضات الربانيه، هو ده قاعد، ده بتاع القادرية، ده هنا جوا قال: أنا الله، أنا الله. قال من الآخر كده، هذا هنا قال بيرفع يده فوق السماء وبينزلها بتحت الثاني. هذا أمشي يا صوفي أفتح فينا بلاغ عشان تعرف إن الكتب دي موثقة. يجي واحد تلقى جاهل مخه ده مليان بحايات وبقنية يقول لك: هاي الكتاب ده أنتوا كتبتوه براكم، يا ابوك جاي من زريبة. الكتب دي عندها قانون، تقال الكتب دي سايب اكتبوها هي، انا بضمن ما قلت الشجره وبكتب لي كتاب
عندها قوانين في رقم إيداع بتمشي هناك الصحافة والمطبوعات. رقم الإيداع ده لو أنا كتبت بس الرقم بتاع الإيداع الوردة ومشيت الصحافة والمطبوعات قلت لهم عندكم كتاب الرقم ده طلعوا لك ده ذاته. ما في زول بيقدر يكذب. تعرف لو كذبت على زول بكلمة واحدة بس فت كلمة كذبت عليه ومشيت نشرتها طلعت فيها كتاب ممكن يقاضيك والله تعبك تعب والله يدفع قروش. يا خليك من ده. في اثنين كتاب بتاعين كورة خليك من أسامي أمه. واحدة كده مرة عاملة جوطة في نادي الهلال وواحدة تانية دي كتبت فيها مقال في جريدة مش كتاب جريدة بس قال كذبت عليها ديك فتحت فيها بلاغ غرمات 800 مليون. طب تعرف 800 مليون دي؟ 800 مليون دي ملياري الا شويه. دي في شنو؟ في جمله واحده كتبتها ونحن ترى ننبس في الصوفيه ليل نهار. اكان عندهم حق عندنا ما كان مشوا؟ والله ما كان يخلونا نبيت لنا ليله واحده. لكن انا بشكر الاخ ده على الكلمه دي انه الكتب دي موثقه. بعدين يا صوفي بس اركز. يا تعال ابقى نجيت قول لنا الكلام اللي في الكتب ده حق عادي. وقلت حد بنقول لك دليلك ما بتمرق من هنا. خلي انا كما قلت لك الطلبه دي ما بخلوه. دليلك شنو على انه الشيخ بيطير في الهواء ده فر فوق؟ ما حدا هنا دي. دليلك شنو على انه الشيخ ده قال بيمرق من الغبر؟ ده كان قبل كده مدير بتاع الجامعه دي يمرق من القبر قال ويعالج مشاكل الناس ويصوت راجع تاني في محله. ده كتاب يستنبئونك. دليلك وينه على الكلام ده؟ تقدر تقدمه؟ عشان كده الصوفية الآن ما فيهم رويحة ذاتهم انتهوا. وينهم هم ذاتهم؟ كان عاملين لنا غلبة في المحل هنا قدر ما تنظم. يجوك ستة طايرين بجلاليب مبشتنا وسبح وبرنامج وكوركو. تعرف زمان كان بيسيرونا قبل سنين في الكلية دي احنا شغالين بجاي في المحل دي بهنا. نجي داخلين هنا البلد كانت عبارة عن محمية مسيطرة على التصوف سيطرة كاملة محمية بتاع الدراويش. بنجي نحن بنبدأ الحلقة بتاعتنا هنا بسيرونا بالسبح اوه برا برا لما نمرق نفوت. احنا كلنا سبع انفار ما بنقدر لنا على زريبة بتاع الدراويش شبعانين مهيوبة بنحترم نفسنا بنفوت. الشغلة الصديق قلبت عليهم. اليوم ده عملنا محاضرة في قرية كده بهناك من اهل الشوايقه. بعد ما انتهت المحاضره في ثلاثه صوفيه كده عاملين جوطه. انتهت المحاضره الشباب سيروهم لحد البيت. وي 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 بقول لهم شيخ انت ما عندك حاجه يا صوفي. في النهايه المجتمع ده انت استغليت فتره ومرحله معينه من مراحل الشعب السوداني كان اطبق عليهم الجهل والمجتمع ما تلقى تعليم وحظ وافر من التعليم يقدر يناقض به المفاهيم المغلوطه اللي نشروها الصوفيه ديل. لكن الحمد لله الان المناهج انتشرت. مناهجنا الدراسيه دي ما فيها تصوف وده لحرق الصوفيه هسه. بيتكلموا في برنامج جابوه في التلفزيون. خنجر واحد عامل له عمه كده ما عارف. المهم زعلانين قالوا كل اثار التصوف القاعده في المنهج الدراسي شالوها برا. وانت لهم الحمد لله شالوها برا ذاته. ما في تصوف في المنهج الدراسي. ما في لا قبه بيعبدوها، لا تقول وحات الشيخ، لا تحلف بالقبة، ما في كلام زي ده. الناس أقلاها منهجنا الدراسي ده مرقت منه إنه يا أخي أنت في الشدائد أدعو الله. دي أشياء بسيطة جدا. فالأخ اللي تكلم ده أنا بشكره على النقاط اللي أثارها دي كلها. بعدين أشار لنقطة شنو؟ إنه الناس بينقضوا في النقد، ودي عبارة جميلة أنا عجبتني. الناس اللي بيجوا خاشين هنا بنقضوا في النقد. النقد بتاعنا اللي احنا بننقضوا للتصوف هم شنو؟ بيجوا بنقضوا فيه ويقول لك اسلوبكم وما اسلوبنا بتاع شنو يا ناس؟ اي زول شوف انا بيلاقيني بيتكلم في موضوع الاسلوب ده ما عنده موضوع. والله ما عنده موضوع. بس انت التصوف ده جاك باسلوب سمح يعني؟ عليك الله التصوف ده انتشر في المجتمع باسلوب سمح؟ الشيخ بتلقى راقد في الكرسي بيجيب له الكرسي الكبير ده بيرقد فيه كده بيمد كراعه، انت بتجي تبوس في كراعه، ده اسلوب ده؟ ولا ما ببوسوا في الكرعين؟ ما ببوسوا؟ تدردك بالواطن الشيخ وانت بتجي داخل من هناك هيبه ولابس عمه وجلابيه سكروته وما عارف شنو شايل شال. اول ما تجي من داخل الشيخ بتتجرد من النواصب والجوازم وكل شيء بتخش ساي بصلعتك بس.
ده الاسلوب الحسن. اتحداك انت دخلت لك يوم على شيخ بتاع صوفيه قام على حيله وسلم عليك بالحضن ومشى جاب لك مويه وقال لك اتفضل، انت بتجي داخل ذليل وحقير وتدفع قروش برا. احنا قلنا لك حصل يا ناس دفع لنا قذول قروش لزياره، حصل ركوننا ده فرشنا لنا تبروقه هنا قلنا لك ادفع مجاني، ركوننا ده حضر مجاني وتحجز بمزاج. انتهينا بنشيل نقلاتنا ونفوت. التصوف ما تقول لي انتشر بالتي هي احسن، التصوف وجد عند الناس قبول لان دين التصوف دين تهواه النفوس، ليس فيه حلال ولا حرام، انما الحلال الحرام الوحيد في دين التصوف انك تعامل الشيخ معامله كعبه بس، ده الحرام. الحرام كونك تخش للشيخ وما تسلم عليه في يده. الحرام كونك تقول لهم الشيخ ما بينفع وما بضر، ده الحرام عندهم بس. لكن هل يوم من الايام انت لقيت في تعاليم التصوف اياكم والزنا اياكم وكده؟ الزنا ده ما كرامه من الكرامات، ولا انت ما عارف الحاصل ده؟ امرق لك الكتاب بس انا اوريك الحاصل، كرامه من الكرامات. الشيخ بزني كمان دق بيصل لي عبد المحمود نور الدايم قال له معصيه الولي ليست كمعصيه الحوار، يعني الحوار ده كان زنا ما زي الزنا بتاع الشيخ. كلام فارغ. على اي حال انا ده كله كلامي ده شكر لاخونا ده اللي يتكلم.